أهلا ومرحبا مرة ثانية بكل مشاهدينا في ساعتنا الثانية من صباح الشروق وصباح الفنون الجميلة المختلفة اللي كانت حاضرة معنا منذ الصباح. تكلمنا عن التواصل الشعوب، مبادرة تواصل الشعوب برضو، ودمج الفنون يعني مبادرة تواصل الشعوب. تكلمنا عن الفن التشكيلي ودور الفن التشكيلي برضو في أنه هو يحافظ على إرث وتراث معين، ويقدر برضو يوصل صاحبه لمراحل بعيدة عالمية محلية وغيرها. هنتكلم كمان برضو عن واحدة من الأشياء المهمة جدا، يعني الغناء. الغناء في السوداني، الغناء السوداني حظى بمساحة كبيرة جدا جدا. نلقى أنه في غناء التراث والغناء الحديث وغيرها من المجالات المختلفة. هي كان عندها دور كبير جدا في أنها هي تؤثر إيجابا على الإنسان السوداني، تحديدا الإنسان العالمي، لأنه في أغنية سودانية عبرت ومشت بعيد وصلت للعالمية. وما زال يعني بحر الغناء السوداني بيدي الكثير، سواء كان على مستوى الغناء الشعبي والتراث أو على مستوى الغناء الحديث. في الأخير بيظل تحت خط غناء سوداني. إحنا يعني بعتقد أنه عندنا مكتبة غنائية سودانية مميزة جميلة، من حق الشعوب الثانية تتعرف عليها، تتعرف على هذا الإرث والتراث العظيم. شاهدنا تقارير للنقارة، تقارير لإيقاعات سودانية مختلفة ومميزة في شرق السودان. كل هذه الأشياء جملة وتفصيلا هي أشياء إيجابية جميلة بتمنح السودان فخر وعز بأنه هو عنده مساحة كبيرة أو مدرسة من الغناء مختلفة ومميزة وإيقاعات مميزة. ما بين الغناء الحديث وغناء التراث، داخل الاستوديو هنتحدث مع الفنان وليد جماع غبيش. أهلا ومرحبا بك، كيف حالك؟ صباح الخير عليك الأستاذ حمزة. أهلا وسهلا، مرحبا بقناة الشروق، وأنا سعيد جدا بهذه الاستضافة الجميلة. أهلا. طيب معلش، لينا دائما في صباح الشروق بتبدأ كذا عند أبيات شعر كذا، الطوالب تبدأ بيه، تعرف صافي الروم تعيش الناعمة الورقية. خلينا ما قلت لي لينا دائما نعيش الجو بتاع التراث. دارس معنا. أهلا وسهلا يا وليد. واحنا نتكلم عن مناطق السودان، لكل اي مكان في السودان عنده موروث الثقافه وممكن يتشبع به انسان المنطقه. شنو نهلت من غبيش يعني المنطقه وتاثير عليك انت كفنان؟ يعني والله غبيش تاثير علي كبير. انا بديت مسيرتي الفنيه من غبيش بالتراث. عندنا تراث جميل جدا، الكدندايه والطنبور والجراري، دي كلها انا شلتها من غبيش. إيقاعاتي منوعة، إيقاعات منوعة أنت ترجمتها من خلال أغنياتك وصوتك. أيوة، عملناها نحن مع الأستاذ سليمان عطية شاعر، يا سلام، وملحن يعني صدقناه كان في صباح الشروق. أي قبل فترة. دي كلها يعني تعب علينا هناك لكردفان، وأنت تأثرت بها. تأثرت بها. طيب بداية التأثير كانت كيف؟ يعني بداية التأثير مرتبطة ببداية الغناء بالنسبة للفنان وليد، يعني كيف بدين كانت بداياتك؟ يعني بداياتي كانت من الدور المدرسية. بديت من الدور المدرسية، فشاركت في عدة منتديات. كنتوا بتفوزوا لما تشاركوا؟ فزت على مستوى الولاية. مستوى الولاية. سؤال استفزاز اللي على مستوى الولاية شهدتي هسه قاعدة. جميل، مبروك. وجيت شاركت في نجوم الغد برضو الحمد لله، في وقتها من العشر الأوائل. ولسه. طيب جميل، عشان نرسم الملامح السمحة دي كلها والمشاهد الكريم يكون معنا في الصورة ويتذكروا شوية نجوم الغد الدفعة 20، وليد غبيش كان فيها ومشارك. حنسمع منك شنو صباح؟ حنسمع نغم صوتك من كلمات البروف عوض ابراهيم عوض ومن الحانيانة. يا سلام. مسني نغم صوتك وتر قلبي رن الحان من التوبة، يضيف إحساسك المسحور على شعر الخواطر بيه، يضيف إحساسك المسحور على شعر الخواطر بيه. من فالصباح مصدور على وتر الحزن غني، وفي
في المنفى الصباح مصدور على وتر الحزن فنيت وواويل بقى لروحي وأمل من سراب وبنيت نغم صوتك مر في الأحلام محننة بسواد عيني رأيتك مر في الأحلام محننة بسواد عيني طويت برش الهوى المفروش وحسان قرب مني ولي طويت برش الهوى المفروش وحزان هرب مني ولي مساديرك سرت في الروح وإحساسك تحول ضي مساديرك سرت في الروح وإحساسك تحول ضي طار منك فراش مبروش فردته واشتياقه علي ويلمسني نغم صوتك الوادي أسأل عن فراشي البي كان مبخور وجيت للوادي أسأل عن فراشي البي كان مبخور في السكة الغشاء ظلام شلت فؤادي لمبة نور سك البشاه ظلام شلت فؤادي لمبة نور مساديري وباقي غناي وخاطري بهواك مكسور مساديري وباقي غناي وخاطري بهواك مكسور غني دويت وليل الأحلام ونعلن عشقنا المستور بيلمسني نغم صوتك يلمسني نغم صوتك وتر قلبي يرن ألحان من التوبة يضيف إحساسك المسحور على شعر الخواطر بين يضيف إحساسك المسحور على شعر الخواطر بين المنفى الصباح مصدور على وتر الحزن فنيت وفي المنفى الصباح مصدور على وتر الحزن غنيت مواويل
تعجل روحي وأمل من سراب وبني ويلمسني آه نغم صوتك. على فكرة يعني يا وليد ما شاء الله صوتك جميل جدا يعني رائع، كنت بعلق مع حمزة والأغنية زادة جميلة، لكن أنت ذكرت يمكن نقطة يعني ما حبينا نعرج عليها لأنه كان الموسيقى بدت يعني اللي هو الأغنية دي ألحانك أنت. ألحاني أنا. نعم أنت ألحنت، عندك علاقة بالتلحين. كلمات الدكتور بروف عوض بروف. لا اللي هو التحية والله هو في المملكة العربية السعودية، أتمنى أنه يعود مجددا يعني. ويكتب ويظل يعني يكتب كلمات جميلات زي دي. طيب خلينا نرجع لموضوعنا ونشوف يعني كيف كانت بداياتك في نجوم الغداء الدفع 20؟ والله أنا من هنا مزيف التحية للأستاذ بابكر صديق. نعم. يعني نجوم الغد كان بالنسبة لي مشروع، فأنا اجتهدته عشان أنا أصل للحتة اللي أنا دايرة، والحمد لله جيت من العشر الأوائل. فبس في حاجة ما اتعملت اليوم الختامي عشان يعرفوا الأول منه والثاني منه، عشان الناس تكون معجبة. لكن البداية كانت كيف يعني نجوم الغد ذاتها أنت؟ يعني نجوم الغد يمكن كان في دفعات قدامك، كيف التحقت يعني من ساعدك وقدرت وصلت وأجاز صوتك وكنت من ضمن ال والله براي براك مشيت طرقت عفرت كان عندي إصرار إنه أنا أصل للحتة دي. في ناس أنا لما أقول لهم أنا ماشي، طبعا أنا كنت في غبيش بشوف التلفزيون ده بقول لهم بس أنا الناس اللي في التلفزيون دي ماشي معاهم. أيوه يقولوا لي يا أخي صعبة وما صعبة، قلت لهم ما في حاجة صعبة. فالمهم أنا جيت هنا و جيت لأستاذ بابكر قال لي جاي من وين أنت؟ قلت له جاي من كردفان. وين في كردفان؟ قلت له من غبيش. أو قاعد تغني من 200؟ قلت له من الدور المدرسية 200. قلت له 2001 يا زول؟ قلت له والله. غنيت عمرك كم سنة؟ قلت له 7 سنة. كويس. قال لي كده غني نسمع بتغني شنو. قمت غنيت من بعيد لبعيد للراحل مصطفى سيد أحمد. بني ذاتها ما سهلة يعني كفنان ما سهل. ما قال لي حاجة، قال لي اقعد. يعني في ناس جو بعد ديك المعاينات، فمن ضمن المعاينات أنا ما قاعد أخش معاهم. خلاص جاء صوتك مباشرة. ما قاعد أخش معاهم. جانا سيف الجامعة وجانا الأستاذ حمد الريح له التحية. قام وقال لي كده بتغني شنو أنت؟ الأستاذ بابكر قام قال لي غني لهم من بعيد لبعيد. أول ما غنيت من بعيد لبعيد قال لي تاني داري نسمع أغنية. غنيت غروية. غروية؟ يا عيني عليك باردة. للراحل إبراهيم موسابة. يا سلام. فقام وقال لي أنت خلاص أقعد. طيب من دندن بقروية دي؟ بعد تكمل لنا القصة يعني. كويس ما مشكلة. المهم جابوا الفرقة بيجينا نغني بالفرقة، قاموا يعملوا المعاينة. المعاينة بالغنية بتاعت الراحل صلاح ابن البادية سالة من شعرها الذهب. أغنية برضو ما سهلة، برضو ما سهلة يعني فكرة. أنا كنت خايف شديد بغني وأنا خايف، فأستاذ بابكر عايل لي كده عمل لي كده في السف صعب أثبت سليم ثبتها. لا من غنيت قال لي اقعد بجاي، أنا قلت خلاص أنا شايلني برا ولا الحاصل شنو ما بعرف. طيب لكن طلع انه طيب طلعت انا الاول وجابوا عليه الباقي. يلا وليد عشان ناخذ اكبر وقت ممكن من الاغنيات بتاعتك برضه، لكن بس لو دندنت لنا بقروية دي نشوف ذاته طابعها يعني. او من بعيد لبعيد زي ما ان شاء الله يعني. كوبلة واحد الاغنيتين اللي انت شايفها. طيب دندنه بدون دندنه من غروية ولا غروية؟ كويس. اها. وعيني عليك باردة ويا السمحة يا الواردة ويا فقرة ردوا لي ريحتي لهناك شاردة، ريحتي لهناك شاردة، ريحتي لهناك شاردة. لا 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 لا. يلا دي انا حبيتها شديد، فانا ما كنت عارف انه في فنان اسمه ابراهيم موسابة، بس انا سمعت الاغنية وعجبتني جيت شاركت بها في المرحلة الأولى. هم اللي صنعوا وروجوا للأغنية الكردفانية وربطوها ونسجوها في كل ولايات السودان. أكيد. طيب من الكنترول نجهز الآن عشان نقدم لحن آخر وأغنية أخرى للمشاهد، يعني نستغل الوقت ده أكبر في أعمالك أنت. جدا. نسمع شنو منك؟ هنسمع غبيش الريد من كلماتي والحاني برضو.
تجربة احنا جيلها لينا. هاي يعني كاتب ام لحين اكيد. غبيش الرد. غبيت الرد. غبيش. غبيش الرد. غبيش بلدي طبعا. غبيش الرد. طيب نسمع غبيش الرد. الصدق والريب ما بسيبه وامشي بعيد فيها الصدق والريب ما بسيبه وامشي بعيد وفي غبيش حالي انا بين بدي مريب كل الحنان والزوج غبيش دغيم تكفون كل الحنان والزوم يا غبيش دغيم تكفون أنا فيك قد برتاح بالي فيك برود فيها السمغ والفول ليلة السمغ والفول الفول ليلايا والمجرور صقايا ناس طيبين أنا ناوي ليها أزور أنا ليا فخري عظيم أخواني في قريبان أنا ليا فخري عظيم عظيم أخواني في قريبان ناس الكرم والجود أحلى الإبل والضان أنا وين أسيبك وين يا غبيش مليت العين أنا وين أسيبك غبيش مليت العين غبشت فيها ريال ويكرم المسكين كل الصدق والريب ما بسيبه وامشي بعيد كل الصدق والريب أبسيبه وامشي بعيد أولاد غبيش ناسي أنا بين بدي مريت صوتك حقيقي يعني رائع ومريح جدا جدا. نعم كنا هنقف في النقطة احنا اتكلمنا انه شاعر وملحن في نفس الوقت كده علاقة بالشعر والتلحين يعني الصوت خلاص يعني ما شاء الله جميل ومميز يعني لكن الالحان برضو تتطلب موهبة تانية مختلفة الاشعار برضو تتطلب موهبة غير فدمجت بينهم كيف جميعا يعني والله في اغنية بتجي جاهزة في اللحن بيجي قبل الاغنية والله ففي موسيقى معينه دار لها كلمات في موسيقى معينه بتكون دار كلمات يلا انت تقوم عشان اللحن ما يتشابه مع لحن تاني بتقوم تقارن بتعمل حاجه مختلفه ففي اغنيه بتجي ملحنه جاهزه جميل يعني انا الاغنيه دي لما عملتها من غبيش لغبيش ف مجرور ومليلة دي المناطق الوار زي القطر بتاع غالي الحديد والزمان اي بس بنكون سايقينها كده دي اول اغنيه لحينه يعني ولا عندك الحان ثاني كده؟ غنيت للام برضه كتبته ولحنته للام برضه كتبته ولحنته جميل ايوه
طيب جميل، يعني ده ممكن يوقفنا في سؤال، يعني انت ذكرت يعني الثالوث يعني المثلث يعني اللحن والاداء والكلمه، لو كانوا ماسكات اكيد الاغنيه حتصل بالشكل المطلوب. انت بتفضل تكتب وتلحن وتغني براك، ولا الافضل تشوف شخص اخر باحساس اخر انت تقدم له اغنيته؟ يعني والله انا بشوف زول تاني يكتب لي ويلحن لي افضل من انا اكتب والحن. انا بنتظر انه الحاجه تجيني براي، الاغنيه اللي انا داير اكتبها احس بيها براي. طيب انت بتختار يعني فن الشعراء هم بيفسروا لك الاغنيه على مقاسك انت، أو على صوتك وعلى طريقه على ادائك؟ حسب بقى صوتك. واول لو مرات ممكن اجيك يعني كلمات تحس انك انت بترجع تغنيها، يعني الابداع يعني يكمن وين تحديدا؟ في ملكات الصوت، ما الصوت ذاته تطريب وملكات مختلفه وتلوين كذلك، بتحس بنفسك انه ادائك بيكون مميز اكثر وين؟ لما تجيك اغنيه جاهزه بسمع لك كده تقدمها، ولا لما انت تكتب وتلحن وتغني؟ لا انا لا من دار اختار الاغاني، يعني لقيت الشاعر سليمان عطيه بديني كميه من الاغاني، وزول انا غنيت له كثير فسمع صوتي بيقوم بيختار لي كلمات بديني لها هو. انا بشوف الكلمات اللي بتناسب صوتي اللي انا بقدر ادي فيها اداء كويس، بعد ديك انا بختارها هو يقوم يلحنها. بنشوف في فنانين اتميزوا بلونيه معينه، اغاني السيره، اغاني الغناء عموما يعني بمختلف تفاصيل الغناء السوداني يعني، وتميزوا باللونيه دي يعني. فانت دميت غنيت حقيبه، غنيت اغاني تراثيه، نهلت من الغنى الحديث برضه، وعندك اغانيك الخاصه يعني. أكيد. نشوف المسجد واثره عليك انت كفنان يعني. والله الزول من يعمل كشكول في الاغاني، تغني كل الايقاعات المختلفه، بتكون قدرت توصل لاي زول الحاجه اللي هو دايره كويس. التراث اللي بيقول عليه الكردفاني، غنينا لجنوب كردفان، لدارفور، يعني كل الايقاعات اي زول بيقدر يوصل الحاجه اللي هو بيقدر عليها لازم يوصلها بطريقه مميزه عشان الناس تقدر تسمعها كويس. جميل. طيب وليد، ابرز الشعراء اللي انت عملت معاهم؟ انا عملت مع البروف سليمان عطيه له التحيه، والبروف عوض ابراهيم عوض، والاستاذ ياسر العيسر، الاستاذ محمد فضل الله الشفيع توتو، والاستاذ محمد ميستو. يعني دي انا من الناس اللي تعاملت معاهم. ده اللي انت سعيت تتواصل معاهم، ولا هم اصلا سمعوك وحبوا انه يقدموا لك منتوج من عندهم؟ والله هم سمعوني، انا علاقتي بالبروف عوض ابراهيم عوض في منتدى من المنتديات كنا شغالين، جونا في كردفان هناك، فانا قمت غنيت في المنتدى، قال لي مزول انا دار اسوقه معي، يعني ما كان عندي فيه علاقه اصلا. طيب نغني هسه، نغني تاني جدا. طيب نغني فكري اشتعل من كلمات والحان البروف سليمان عطيه، ليه التحيه، ليه التحيه. طيب اسمع فكري انشغل. اشتعل ما لاقي حل، امري امتحان قاسي وصعب، فكر اشتعل ما لاقي حل، امري امتحان قاسي وصعب، مطروح علي كم اسئله وانا حالي في حيره وعجب. جرعة تفكير أو مزاج، حالي علي محتاج علاج، ما جرعة تخدير أو مزاج، مزاج ضرب المواجع في حشاج، زي حاجة تكسر للسجاج قاسي وصعب،
مني ايه هم تنفوا امرق من الهم والسكوت مستني ايه هم تنفوا امرق من الهم والسكوت وامرق على العتمات شروق والخوف لم جيشو يفوت يفوت وامرق على العتمات شروق والخوف لم جيشو يفوت يا قلبي يا مرهف أظن بتحاكي نسجل العنكبوت قاسي وصعب سر عناك تدفع تمن قرد الحبيب مرات عواطفك سر عناك تدفع تمن قرد الحبيب ادخل ملامك في الظروف إن الزمن قاسي وصعيب قاسي وصعب سر عناك تدفع تمن طرد الحبيب مرات عواطفك سر عناك تدفع تمن طرد الحبيب ادخل ملامك في الظروف إن الزمن قاسي وصعيب قاسي وصعب وصعب فكر اشتعل ما الاقي حل امر امتحان قاسي وصعب مطروح عليك ما اسئلة وانا حالي في حير وعجب ان شاء الله يعني تلقى حل الحال صعب الحال صعب الحال صعب فعلا جميل جدا طيب يعني احنا هسه استمعنا ل تخيلت اذا بتكلم حاليا ما بين اغاني التراث الاغنيه الاولى لغبيش وحاليا غنى حديث يعني غنى حديث طيب اعمالك الجديده اعمال الفنان وليد جماع غبيش الجديده شنو؟ عندي قدريش انها عندي سمحه شخصيه قدريش انها قدريش انها قدريش انها حتى قلبي بحنها ما تقولوا بزعل منها يا سلام يا ارضيها لو صدت هواي هي الغاليه قدر ايش انها كلماتك كلمات البروف سليمان عطيه سبحانه لسه قيد التنفيذ ماشيين في الطريق وعندي في تراث احتمال في ناس كثير ما بيعرفوه اللي هو سمعت بالحاجه اسمها كشوك كشوك؟ لا ما سمعتها بالكشوك امتحان صراحه ما سمعتها بالكشوك جديده ف هسه شغالين فيها تنفيذ برضه من كلمات والحان عبارة عن شنو؟ ادينا فكرة عنها طيب كشوك الكشوك ده قريب للرقصة بتاعت المردوم بتاعت البندارة دي لكن دي بينطوا ليها نط فدي احنا دخلناه في طيب يا مزيكا ودخلناه يعني عمل شكل جديد جميل
طيب سريعا كذا لانه الزمن خلاص الفقره خلصت، لكن بما انه الجمال ده كله والثراء من الانتاج ومن التعامل مع الشعراء، بنشوف هل انت مظلوم اعلاميا ولا انت اصلا ما دارت تظهر في الوسائل يعني؟ والله في اعلامنا ما في ذول بياب الاعلام، أنا احنا مظلومين اعلاميا. وانت ما سعيد؟ احنا دي قصدك اهل المنطقه؟ انا ما براي يعني. ما براي انا بتكلم عن نفسي، بتكلم على الجيل حقي. ايوه يعني في ناس كتار انا ما بدافع لنفسي بس. يعني اي زول معي في الوسط من المفترض يلقى حقه في الاعلام. اتمنى لك كل التوفيق. في سودان جديد باذن الله تعالى المساحه بتاعت الغناء ومدارس الغناء الجديده هتكون لكم ان شاء الله. والله ان شاء الله خير. ويعني الساحه الفنيه يعني هتدج باصواتكم الجميله والاغنيات المميزه سواء كانت تراث او حتى غناء حديث، يعني ان شاء الله باذن الله تعالى. يا ريت. نحن ندعمكم قلبا وقالبا ان شاء الله. مقدرين جدا وليد جماع قبيش الفنان الجميل صاحب الصوت الانيق والمرهف، شكرا جزيلا ومقدرين ان شاء الله نلتقيك في مساحات اوسع، نتكلم عن مشاريع اخرى غنائيه وتعاون مع عدد من الفنانين. أغنية الختام من هدايا لكل المشاهدين، ده ختام وليد لكن احنا موجودين معاكم. تقول حاجة قبل الأغنية برضه ختام. والله يا أخي أنا حابب أرسل تهاني خاصة لمبدعي النهوض، أخوان للآخر بعيد عن الفن، لهم تحية وتحية خاصة للجروب الأخوة النادرة وكل الأهل في غبيش، فالتحية خاصة للبروف سليمان عطية. تحية للبروف برضه عوض. تحية للبروف عوض برضه له التحية من هنا برسل له. فالغنية الجاية قدري شنها من كلمات والحان البروف سليمان عطية. قدري شنها يا لينا. طيب ما بقدر منها. طيب انها ما تقول.
ليش انها ما تقوله بزعل منها يا بزعل على الهواء. شكرا شكرا جزيلا. استمر معكم.